المسرح كلنا بنتمنى يا جماعة عودة المسرح من جديد، هو أبو الفنون بالفعل، ونتمنى كده الناس تعود تاني وتنزل من بيوتها لمشاهدة المسرحيات. وحتى أنا قلت ده كثيرا، قلت يعني حتى مدير المسرح القومي أو وزير الثقافة حتى لو طلب مننا إن احنا نعمل دعاية لمسرحيات مهمة في مسرح الدولة لأن ما عندهمش فلوس، ما هنعتبر إن ده هدفا نتفق عليه جميعا، ما هي رسالة يعني، وهنعمل هتتحول الشاشات إلى دعاية لهذه المسرحيات المهمة التي لا تجد من يسوقها ومن يدعو إليها، وتلاقي المسرحية تقعد شهر وتختفي. وناقشنا معاكم ده قبل كده يعني من خلال مجموعة من المسرحيات المهمة جدا يعني. فبنقول حتى لو يعني لو وزارة الثقافة هتكون مهمومة بإعادة الاعتبار للمسرح من جديد، وكل المسؤولين عن مسرح الدولة يعملوا ده، هتلاقينا معاهم في خندق واحد، لكن محدش بيقول ده، وتلاقي الفنان بيأخذ على كاهله هو عبء كل شيء، يقول لك لما أسوق لمسرحيتي وأدعو إليها، مع إن ده هدف نتفق عليه جميعا يعني. أنا بقول ده لأن في بتلاقوا في مجموعة من المسرحيات المهمة جدا في موجودة في مسارحنا، ونتمنى إن الناس تتوجه إليها، ونتمنى تاني إن الناس تنزل من بيتها، رايح فين؟ رايح أشوف مسرحية. هو ده اللي هيخليك حتى تحمي عائلتك وتحمي ولادك من الجريمة والإدمان والإرهاب. مش ده بس يعني، الفن من أسلحة المواجهة، الثقافة كمان والفكر والرياضة، كل دي منظومة واحدة يعني. لكن المسرح لأن يشعر بالغبن الشديد والظلم، كل مهموم به يعني عنده هذا الإحساس. فالحقيقة من المسرحيات المهمة جدا نشوى، الفنانة نشوى مصطفى عاملة تجربة في غاية الأهمية. المسرح بس مش تسلية وضحك، لا، يمكن أن تقدم مفهوما عميقا يعني، وكمان تضحك فيه، وده اللي عاملاه نشوى مصطفى في تجربة أشبه بالمغامرة يعني. أسهل حاجة دلوقتي إنك تقول والله لما أشوف حاجة كده فيها شوية إفيهات، ويعني نصنع شوية إفيهات ونضحك الناس شوية وخلاص، وما أكثر ذلك في الأسواق الآن. لكن أن تقدم لهم مضمونا جيدا، وكمان ما تفقدش ما يسميه البعض، ما أنا عايز أخفف عن نفسي كمان، هيبقى هتلاقوا فيه العمق الشديد، لكن كمان هتضحك وتشعر بالانبساط. مسرحية اسمها حتى ممكن يخلي البعض سيلفي مع الموت، يقول لك يا عم أنا خليني عايش يعني، كمان لما انزل من بيتنا اشوف مسرحيه يبقى اسمها سيلفي من مع الموت. لكن المسرحيه بتوجه رساله ازاي؟ حتى هي نشوى مصطفى عامله حوار بديع مع الموت، والموت معانا هي ما هو سيلفي، موت في خلفيتك يعني، الموت معانا دايما، ازاي بقى انك انت تكلمه، وازاي انك تتعايش معاه، ومن خلاله كمان ازاي انك انت ممكن تشوف مفاتيح الحياة اللي انت مش شايفها. تجربة مسرحية مهمة جدا لنشوى مصطفى، هي اللي مؤلفة المسرحية، وهي كمان اللي بتؤدي المسرحية، قائمة على الدور الواحد اللي بتؤديه نشوى مصطفى، لكن هتشعر وكأنك امام صخب ممثلين على المسرح، وهتلاقي فيه كل قضايانا وكل مشاكلنا، كل ما تتخيله من مشاكل هتلاقوها موجودة في سيلفي مع الموت. حول الموت والاكتئاب والسياسة والصراعات والفن التي لا تنتهي تدور محاور العرض المسرحي سيلفي مع الموت الذي كتبته وأدت دور البطولة فيه الفنانة نشوى مصطفى. مونو دراما تطرح أسئلة حول الموت كمصير محتوم. بطل يقول لي سندريلا انا بحبك، عشان الامير بطل يقول لي سندريلا وحشتيني، عشان الامير بطل وهي سندريلا بتقدم له الشاي يبوس ايديها يقول لها متشكر قوي يا حبيبتي. ياه
الأمين بقى كده؟ ليه الأمين بطل يبعت لها أبيات شعر مسجات؟ ليه الأمير بيتخانق معاها لما يفضل ماسك ريموت التلفزيون في إيده؟ تبقى هي عايزة تتفرج على الأستاذ وائل إبراشي وهو مصر يتفرج على أحمد شوبير. اسم المسرحية؟ السيلفي هو التصوير اللي انت بتبقي مقرره تاخدي كادر انت بنفسك مع حد عزيز عليكي، يعني استحاله هتاخدي سيلفي مع حد بتكرهيه، يعني انت لما تطلبي سيلفي مع حد بتكوني انت في مقدمه الكادر والطرف الاخر في خلفيه الكادر. فانا عايزه اقول ان الموت في كل كادر في حياتنا في الخلفيه، بس احنا مش واخدين بالنا. موجود معانا بشكل دائم، واحنا يعني في كل من بداياتنا من 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 ميلادنا، يمكن من قبل ميلادنا زي ما قلت في 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 النص، من لحظه ما والدك بيتزوج والدتك فانت الموت معاك. نشوى بقالها 3 سنين مقتنع بهذا النص وبتعدل فيه وبتعيد وبتالف، وهي دفعتي فانا عارف النص ده من بدري وقريه من بدري، ومقتنع بفكر نشوى وبايمانها انها تغير من شكلها الفني وتقدم تجربة مختلفة عن الكوميديا. إثارة الجدل بسبب دعوة حضرتك لبعض الدعاة والشيوخ. أنا مش بس دعيت الدعاة والشيوخ الأفاضل طبعا ساداتنا، يعني أنا دعيت كمان أبائنا الأفاضل برضو من الكنيسة المارونية ومن الكنيسة الكاثوليكية، ودعيت طلبة جامعات، ودعيت مهندسين، ودعيت إعلاميين، ودعيت فنانين. فأنا دعيت كل الناس المحيط بيا، يعني أنا ما اختصتش فئة معينة. يمكن الناس اندهشت من ان محدش فكر يقول لشيوخ او دعاة تفضلوا اتفرجوا على فن، لان الفن مش حرام. كل واحد عايز يسبق اللي جنبه. عبط. الشارع اللي احنا بنجري فيه اخرته حيطة سد، يعني اللي هيوصل في الاول بالظبط زي اللي هيوصل في الاخر. نشوى مصطفى تجاوزت فيها واثبتت للعامة من الناس والمتخصصين إنها ممثلة من طراز خاص، وإنها ممثلة مش بس كوميدية، دي ممثلة جامدة جدا جدا. اللي فاجئني هي حضور طلبة الجامعات، جامعة حلوان قسم أدب مسرح والجامعة الكندية إعلام، إن لما تبقى الصالة مليانة سكاشن وطلبة جامعة بيجي يحضروا العرض، لأنه بقى مقرر عليهم أساتذتهم ودكاترتهم لما جم اتفرجوا على العرض قرروه في الترم ده الطلبة هتمتحن فيه. فدي بالنسبة لي يعني مفاجأة سارة جدا، مفاجأة سارة كمان إنهم بيتلقوا الرسالة اللي في العرض وبيفهموها وبيصدقوها. أكتر حاجة أو أكتر سيكونس عجبني الفينال نفسه، الفينال اللي هو فيه مراحل الإحساس أو البني آدم ساعات بيمر يقولك فلان ده موتني من الضحك، موتني من الضحك صح؟ وساعات يقولك لما بشوف حبيبي بيموتني بيجنني. مثلا في ناس بتموت من العشق، في ناس بتموت من الضحك، في ناس بتموت أكتر من شكل. فجزء الفينال المكتوب شدني جدا، ويمكن ده من الحاجات اللي خلتني أصر إن أنا أعمل العرض ده، لأن هو في كل المسج وفي كل حاجة في الحياة. حين يكون حزام ناسف هو أقصر طرق وصولك للجنة فنحن لسنا بخير، حين يكون السجن مصير مفكر فنحن لسنا بخير، حين نكون مريد مجالس علم لمكفر فنحن لسنا بخير. سيدي الموت كل عام وأنت أصلك بخير. نتابع معاكم الأعمال المسرحية الجادة والمهمة. المسرحية على مسرح ميامي جنب سينما ميامي في شارع طلعت حرب، ولو عايز نوصلك ممكن، لأن زي ما بقول لكم المسرح يا جماعة محتاج إن احنا نحث الناس عليه ونشجعهم تاني على إنهم يشوفوا المسرحيات، الفن من أسلحة المواجهة، والمسرح وأبو الفنون. يعني بعد الفاصل